فعالية المجتمع المدني للمطابقات الإلهية إلا أن تقرأ سورة الفاتحة ترحما أولا على الضحايا لهذه الكارثة الطبيعية، ثانيا ترحما على أرواح كل المسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سيد الخياط الهاشمي، هذا شرف لينا ملي هو واقف معنا، والاخت منى مستشاره، والسيده اللي غاديه بلونديلونس ديالها، سي خالد، سي عادل، سي انوار، سي عبد القدوس اللي كان تيجي متاخر من العمل ديالو يبقى معنا. فشكرا للجميع، ونطلبوا الله تعالى وتبارك تكون انطلاقه موفقه، وتنبلغ الاخوان راه ماشي هي السلعه، رغم ان الكثره ديالها. وهذه تنوجهها رساله لدوك الناس اللي قال لك كنا تنهزوا السلعه، يجيو يشوفوا هذه المعونه شنو هي، راه بكثره هنا. غادي حافلتين كبار وسبعه السيارات وفور. تحياتي للجميع. المغرب ولله الحمد يبرهن دائما بالشعب ديالو بجلاله الملك. ان روح التضامن شيء اللي ماشي وليد الصدفه، شيء اللي متوارد واللي وارثين على ابائنا وجدودنا. رحم الله شهداء الوطن. كنطلبوا من الله انه يشافي الاخوان والاخوات المصابين. كذلك هذا ان دل على شيء فانما يدل على اننا ولله الحمد جسم واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى جميع الجسم السهر والحمى كما جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. بادرة طيبة اللي كنشوفوها اليوم كيبان الالتحام ديال الشعب، ودرس في الإنسانية وفي الأخلاق. كنشكروا جميع المتطوعين، كنشكروا جميع الناس اللي ساهموا في هذه المبادره هذه باش نعطيو واحد الدرس جديد في الانسانيه وفي التضامن. اللي يمكن لي نقول هو اننا اليوم رغم الظرفيه الصعبه اللي كنعيشوها ورغم الماساه اللي عشناها، لكن ولله الحمد الشعب المغربي ولا البلد ديال المغرب بلد طيب، سنظل دائما هنا قائمون ودائما في ظل سياسه رشيده لعاهل البلاد. السلام عليكم ورحمه الله، الصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كنتمنى من الله اول حاجه ان هذه الانطلاقه تكون باذن الله امنه وسليمه، ونكونوا نستهدفوا لاصحاب الزلزال اللي المجتمع المدني ابى الا يكون في الموعد باش يقدم المساعدات للاخوان ديالو في الزلزال. المدينه المكنسيه ديما كانت حاضره في المساعدات، وهذا ان دل على شيء انما يدل ان المكنسيين واقفين مع الفرس ديالهم، داعمينهم، مساندينهم. هذه المبادره هي مبادرة تضامنية تطوعية. شكرا لكل محسنين اللي ساهموا في هذه المبادرة، شكرا لكل انسان قال كلمة زوينة، شكرا لكل انسان ساهم يبلغ ليا بالكثير من اجل اخواننا في هذه الجائحة، في هذا الزلزال. في هذه المناسبة كنقول البقاء لله للناس المتوفين، الله يرحمهم ويوسع عليهم، الله يشافي الجرحى والمنكوبين. كنقول ربي معكم والمكنسيين معكم تحت شعار الله الوطن الملك. تحية كريمة لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حمزة الراس، فاعل جمعوي وحقوقي بمدينة مكناس، رئيس المكتب الجهوي للتحالف المدني لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس. تأتي هذه القافلة التضامنية اليوم استجابة لنداء الاستغاثة اللي طلقوه الإخوان ديالنا جراء الزلزال المدمر اللي ضرب البلاد ديالنا في 8 شتنبير في
منطقة الحوث، أولا نقدم أحر التعازي وأصدق المواساة للشعب المغربي قاطبة، والأب ديال المغاربة جميعا اللي هو جلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياه. كذلك تأتي القافلة استجابة لنداء السدة العليا بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياه، كما ذائبة مدينة مكناس على غرار باقي المدن المغربية، لأن مدينة مكناس هو جزء لا يتجزا من المدن المغربية. وكما شافوا الإخوان عندنا باقي المدن المغربية دارت مجموعة من القوافل حتى مدينة مكناس اليوم تساهم بهذه القافلة التضامنية، مجموعة من القوافل ذهب المناطق، وهذه قافلة أخرى اللي منظمها فعاليات المجتمع المدني اللي غادي توجه صوب مدينة تارودانت. ونحن نعرف بأن كان عندنا واحد التنسيق ميداني مع مجموعة من الإخوان بسبب الدواوير اللي ما توصلوش بالمساعدة. إن شاء الله غتكون عندنا هذه الزيارة هذه إن شاء الله تعالى التضامنية، وهذه القافلة التضامنية اللي كنشكروا كل المحسنين الذين ساهموا من قريب أو بعيد في جمع التبرعات العينية، لأن التبرعات اللي كانوا عندنا هما تبرعات عينية فقط، فنشكرهم جزيل الشكر. وإن شاء الله تعالى كما كتشوفوا هادو جوج ديال الشاحنات عندنا، وعندنا الطوموبيلات كذلك اللي غادي حتى هما ممتلئين بالمواد الأساسية، مواد غذائية، أفرشة، أغطية، كل المستلزمات الأساسية وكل المستلزمات الأساسية كذلك الأفرشة والأغطية وكل المستلزمات الأساسية كاينة. فمرة أخرى نشكر جميع الإخوان، ونشكر الأخ خالد موني كذلك الملقب بالطوموبيلة، ونشكر كل الإخوان الذين ساعدوا من قريب أو بعيد. فمرة أخرى غادي ندير واحد القراءة ديال سورة الفاتحة ترحما على الضحايا، وكذلك غادي ندير واحد قراءة سورة الفاتحة وغادي نتبعوها بالنشيد الوطني ديال بلادنا. فالحمد لله الشعب المغربي، الشعب المغربي دائما هو جنود مجندة وراء السدة العليا بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياه. ونسأل الله تعالى أن يجزي كل المحسنين وكل المحسنات على كل ما بذلوا إن شاء الله تعالى. وكنتمناو إن شاء الله هذه القافلات أنها تكون مواكبة لهاد الناس، لأن ماشي المواد الأساسية هما الضرورية لهاد الناس. كنتمناو من المسؤولين ومن الحكومة أنها تكون واحد المواكبة شاملة لهاد الناس اللي تضروا من هاد الزلزال. مرة أخرى نشكر الجميع، وإن شاء الله تعالى مدينة مكناس كما عرفتموها كما غادي تبقى بالشباب ديالها بالرجال ديالها. شكرا شكرا جزيلا لكم حقيقة. القلب فرح البكاء الإخوان، لأن حقيقة شكرا جزيلا الكلمات تتبعثر في مثل هذه اللحظة. شكرا جزيلا لكم، شكرا لدعمكم حتى لا أطيل عليكم. نشكر المنبر ديال ويسلان نيوز وبسمة تي في وكل الإخوان الذين شاركونا هذه القافلة، ولا زالوا إن شاء الله تعالى غتكون تغطية في هذه القافلة هذه. شكرا جزيلا لكم، تحية نضالية، نضرب لكم موعدا آخر. تنتمنى أن تبقوا معنا قراءة سورة الفاتحة والنشيد الوطني، وهذه تتم انطلاقة ديال هذه القافلة. فبسم الله مسرها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم، صدق الله العظيم. وأختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توديهم وترحمهم وتعاطفهم وتأزرهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سير الأعضاء بالسهر والحمى. شكرا جزيلا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، محمد عادل بن الحاج فاعل جمعوي بن بن سكناس. اليوم كما كتشاهدوا معنا انطلاق القافلة التضامنية المتجهة لمناطق المنكوبة لمساندة ودعم إخواننا المغاربة اللي وقعت فيهم هذا الحدث المؤلم واللي هزنا كمغاربة كاملين. واليوم بالمناسبة كنتوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بأحر التعازي، والأسر ديال الضحايا بأحر التعازي. حنا كمغاربة حنا راه جسد واحد، وقوت اللهم لك الحمد بالترجمة الأولى، ما محتاجينش اللي غادي طلب المساعدة من أحد أو مساعدة خارجية. احنا المغاربة خارجين بالوسطى من غير المساعدة ديال الناس والإخوة الأشقاء والصداقات الحقيقية. أي واحد ما يجيش يعطينا دروس وما يجيش، احنا المغرب هو اللي كيعطي الدروس. احنا المغرب في عز الأزمة كيخلق منها القوة وكيخلق منها البطولات ديال هذا الشعب، الشعب اللي تعود أنه في الوقيتة اللي كتكون الأزمات عندو حقيقية، الأزمات الكبيرة ديالو كيوقف وكيطاوع. 40 مليون مغربي، 40 مليون فدائي، 40 مليون مناضل، يعني شنقول لك تعجز الكلام على هذا الوصف. ولكن اليوم حنا تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس نصره الله الأب ديال المغاربة كامل، نتضامن من طنجة الزويرة. شعارنا واحد لا قدر: عاش الملك عاش الشعب. سواء المجتمع المدني سواء الحكومة تكون تضامنية لجميع ضحايا
الزلزال. نحن الآن ننطلق من مدينة مكناس في اتجاه إخواننا في المناطق المنكوبة بهذه القافلة التضامنية، ونشكر جميع المساهمين في هذه الحملة التضامنية. نحن مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وشعارنا الواحد الله الوطن الملك.